وانا نعطيك الجائزه في نهايه السنه. سمعتي يا اخ انفه القرايب، بنتي تكوني من الممتازات ان شاء الله، كما شيماء دائما المرتبه الاولى ان شاء الله. انا نجي نشوف الترقيه تاعك ان شاء الله. الجائزه ما تنساش الجوائز. والله ما تنساش الجوائز. تحبي اش عطاك؟ هاكي ديتي جائزة قبل الكلاس وما تبدأ. لا أيا خوشي، سلمي على مدير التربية، قولوا شكرا جزيلا، قولوا شكرا جزيلا، ربي يحفظك لينا. صحة الشيخ.